انطلقت الآن الأفراس في شوطها الرابع على جائزة النادي التقديرية لأفراس الإنتاج السعودي عمر 4 سنوات فأكثر التي كسبت من سباق وحتى 3 سباقات. وهذا الشوط يقام على مسافة 2000 متر، قيمة الجائزة 52,000 ريال، وبمشاركة كل من عز الشموخ، الجرهدية، لها، زنوبيا، غالبة، آمنة، شدة، العلها، صهوي، ظبية فوزان، غاية عسفان، بزوق وسنجارة. وفي الصدارة الآن زنوبيا في المركز الأول الآن تتقدم مع محاولات أيضا صهوي على ما يبدو في المركز الثاني والمركز الثالث لعز الشموخ، وأيضا محاولات التقدم من قبل الجرهدية، والصدارة لزنوبيا في المركز الأول، المركز الثاني لصهوي، والمركز الثالث لعز الشموخ، المركز الرابع للجرهدية، وأيضا العلها في المركز الخامس، ظبية فوزان المركز السادس، وأيضا لها في المركز السابع، ومحاولات بقية الأفراس الآن للتقدم وتحسين المواقع. وشاهد أيضا آمنة تحاول أن تتقدم على عز الشموخ في المركز الثالث، والصدارة ما بين زنوبيا وصهوي، صهوي الآن للصدارة في المركز الأول، وتقترب الآن الأفراس من المنعطف الأخير باتجاه خط النهاية وطريق المستقيم، وزنوبيا وصهوي وأيضا آمنة ومحاولات عز الشموخ وأيضا العلها للتقدم. الآن آمنة في صدارة هذا الشوط، آمنة بالفعل تتقدم، ومحاولات العلها الآن للحاق بآمنة المتصدرة في المركز الأول مع أحمد الشيع. آمنة في المركز الأول وآخر 50 متر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، آمنة في المركز الأول وتحقق المركز الأول في الشوط الرابع وجائزة النادي التقديرية، ألف مبروك. إذن ابنة الفحل له